الفائز بلقب الموسم الرابع عشر من برنامج نجوم العلوم سمية بن عمان، مبروك مبروك. أنا اليوم فخورة وأنا اليوم سعيدة لإعطائكم الثقة لي إني أوصل لهذا المستوى. بصراحة ما أقدر أوصف مشاعري، أنا أول امرأة حصلت على لقب نجم العلوم. أوجه شكري لكل من ساندني، عائلتي، زوجي، أولادي، عمان. شكري وتحياتي لنجوم العلوم ومؤسسة قطر لدعمهم للعالم العربي وللمرأة العربية في الأخص وتشجيعها للوصول لهذا المستوى من العلم والأبحاث والابتكارات. مبروك، ألف مبروك. بنت عمان، المرأة العمانية بكل فخر واعتزاز، ترسم بأناملها للوطن حضارة ومستقبلا. بالعلم تمكنت، بالدين تحصنت، بالخلق ازدانت وازدهرت، لتشرق بجمالها وروعتها في كل عمان، رائدة ماجدة طموحة، تتعاضد مع شقيقها الرجل لتصنع النجاح في كل المجالات، مثابرة عظيمة محنكة، نموذج يحتذى به في التحدي للصعاب. حققت الدرجات العليا وسبرت أغوار العلم بالبحث والابتكار، قائدة ملهمة حالمة، تعتز بهويتها وتفخر بانتمائها، الله، الوطن، السلطان، إنها بحق بنت عمان.